الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن النحت على الرمال من الفنون الجميلة والبسيطة القليل من يتقنها. كنت في أحد شوارع باريس والتقيت بهذا السيد بالصدفة وهو ينحت على الرمال، فكل ما يحتاج إليه دلو ماء، رمال وفرشاة للنحت. هذا الماء كي لا يجف الرمل ويسهل عملية النحت، فاختار مساحة استراتيجية يمر بها الناس ليروا عمله الرائع، ولتشجيعه يقوم البعض بتقديم له بعض الأموال. فهذا الفنان بارع والنتيجة إبداع، يتشكل على هيئة كلب ابنه وكلب وحده، تسر الناظرين ومحبي الحيوانات. قد يستغرق بضعة وقت لإنجازه هذا العمل، مبهر لأنه بكل بساطة متقن ومبدع. أتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك واللايك في القناة. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.